حقوق مدينة الدار البيضاء معنا الواحد اللي نشوف من المباريات التي تجرى في مدينة الدار البيضاء كلها مباريات قيمة، كلها مباريات تكتسب طبعا الإثارة طبعا التشويق وطبعا الحماس، وكل الفرق التي تأتي إلى مدينة الدار البيضاء لطالما قدمت مباريات كبيرة ومباريات جيدة. سواء رحيمي شاف اللقطة الماضية إعادة القوة من جديد لعناصر فريق الرجاء الرياضي، تحضير هذه المرة على مستوى خط الأمامي كرة ممتازة ومباشرة عند الحارس الإيكاف للكرة أمين عمري، وضوء جيد على مستوى خط الدفاعي من جانب عناصر فريق المولودية الوجدية لحد الساعة، تحضير ممتازة جدا إنزال شميرة إعادة الكرة من جديد على مستوى خط الوسط الانطلاق عن طريق بي صلاح الدين يحاول يحافظ على الكرة تعقله رجعت هجمة مرتدة مضادة من جانب عناصر فريق